السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبيه وآله وسلم. بطلع عليكم مشاهدينا اليوم بحلقة جديدة مثيرة جدا، مهمة جدا. كنت بخلوة مغربية استغرقت تقريبا شي 15 يوم. ما بخبركم مشاهدينا شو نزل فيها توكيلات جديدة، توكيلات بإذن رب العالمين لجميع الأمراض والمشاكل المستعصية جدا اللي ما قدر حدا حلها بإذن رب العالمين بجميع مشارق الأرض ومغاربها، وأنا مسؤولة عن كلامي. أول شي بدي أشرح لكم مشاهدينا شو يعني خلوة وشو يعني العلم الروحاني، بس هيدي بدي أعطيكم نبذة هيك بسيطة لحتى تعرفوا. أول شيء الخلوة هي الاتصال، بدك تقعد أنت بغرفة 15 يوم، يعني نومك قليل، أكلك قليل، يعني بدك القراءات القرآن والتسبيح والتذكير يكون كتير كتير كتير، وتكون على طهارة دائما. ومشاهدينا يعني هيدا انتو عندكم اتصال مع العالم الاخر، وبدي لكم مشاهدينا لحتى انتو تميزوا بين العالم اللي هي على الشاشات او هي على الاقنية، يعني اقنية اليوتيوب او وين ما كان، يعني بيقولوا انه المشايخ وبيدعوا انهم بيعالجوا السحر وفك السحر ورد المطلقة ونفور بين الازواج وهيدي وجلب الحبيب. هيدا الشغل مش شي سهل مشاهدينا بتخلقوا انتو عندكم هيدي الحاسة، هيدا شي ربنا خلقكم فيه، يعني ربنا خلقك يؤتي الحكمة من يشاء من عباده ويطلع على غيبه من يشاء من عباده. هيدا شيء مش انت بتقرره، يعني مش انت بتقرر انه تخلق اعمى، مش انت بتقرر انك تخلق اخرس، مش انت بتقرر انه يكون عندك يمكن جسمك كتير منيح او زايد اصبع بايدك او اي مشكلة او اي مرض او اي شيء نجاح معين. مشاهدينا انا باذن رب العالمين انا خلقت وعندي هالملكة، يعني انا بشوف كل شيء بدون ما حدا يخبرني شيء، كل شيء ببين عندي، يعني لذلك ما بتوقعوا ولا بمشكل بإذن رب العالمين، ولا بيكون عندكم ولا خسارة ولا فقدان أحبة، ولا يعني بتكونوا بحالة ممتازة إذا بإذن رب العالمين بتراجعوني، تحكوا معي، تتصلوا فيي، تعرفوا في يعني بتعرفوا عن كل شيء، انا مكشوف عن الحجاب بارك الله فيكم. وهذا شيء مش بالجهد الشخصي، هذا اول شيء يعني باتصال بالعالم الماورائي، عالم الماورائيات العالم الاخر. نحن مشاهدينا مش موجودين لحالنا بالدنيا لوحدنا، نحن هيك موجودين، نحن في عالم اخر موجود خلق قبلنا اللي هو عالم الجن، منا المؤمنون ومنا الصالحون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. سورة الجن بالقرآن الكريم بيعرفوا عن أنفسهم. نحن بإذن رب العالمين وفي عنا الملوك، عنا الملوك العلوية كمان اللي خلقت قبل الإنس وقبل الجن، ربنا سبحانه وتعالى يسبحون بحمد الله ونعمته. فهودي إلهم توكيلات، إلهم خلوات بيقدروا يظهروا عليكم ويعطيكم يعني الأشياء اللي ما بتنعطى لأحد، بس هذه ما يعني صعبة جدا، ما حد يقدر يحصل عليها بهيدا الأمر السهل. كنتوا رأيتوا كل العالم، يعني بارك الله فيكم. ما بدي أحكي لكم عن الناس اللي أنا بعالجها، أنا عن نفسي الحمد لله رب العالمين، يعني نشكر الله، يعني لا مرض ولا مشكلة من يوم اللي خلقت لليوم، ولا عندي أذى لا بنفسي ولا بأولادي، كل شيء أستعلم عنه، أعرف المضار السيء من الخير، كل شيء أعرفه، ما أوقع ولا بمشكلة. هيدي أول شيء.
وبعدين التوكيلات اللي عندي بإذن رب العالمين، قلت لكم طلعت بتوكيلات، حبيت اشرح لكم عن العلم الروحاني وعن الخلوات اللي بتتم وعن الأشخاص اللي ما حد كلهم بيتصلوا في يا شيخة نصبوا علي، نصبوا علي الفلوس، نصبوا علي الفلوس. ماشي سهل، ماشي سهل. هلأ اليوم واحد تروحوا عن طبيب واثنين وثلاثة وعشرة، هني أطباء صح، بس ما تستفيدوا عندهم شيء. تروحوا عند طبيب متخصص، دكتور، بروفيسور، بينفعكم وبحل كل كثير مشكلتكم، ولا أسهل من هيك عنده، بحل لكم إياها. فمشاهدينا يعني حبيت خبركم أنا، اللهم يعني بس حبيت من باب المعرفة، ولا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بمن اتقى، يعني ربنا هو أعلم وهو أدرى بالناس اللي هي أتقياء واللي هي عندها الخير للناس. الحمد لله أنا ما بشتغل إلا للخير، ما بشتغل للشر أبدا، لأذية الناس أبدا. لنرجع للخلوة. الخلوة هيدي طلع فيها مشاهدينا يعني نيال اللي بيقدر يتصل ويحصل عليها لهذه الخلوة ويحصل على توكيلاتها، اللي هي أول شيء فك جميع الأسحار والأرصاد والمس الشيطاني والتلبس والقرين والتابعة وعدم الإنجاب وكل هيدي المشاكل. فك السحر على جميع أنواعه، إن كان مرشوش، إن كان مأكول، إن كان هوائي، إن كان ناري، إن كان السحر الأبيض، السحر الأحمر، أو السحر الأسود اللي هو أسوأ شيء. فك كامل شامل من كل شيء مشاهدينا، بترجعوا كما خلقتني يا رب بإذن رب العالمين وبقدرة رب العالمين. الله يقول للشيء كن فيكون. سبحان الله، ربنا أعطانا كتير من العلم كتير، بس الإنسان هو يفقه والله بينوره قلبه. فمشاهدينا لأي مشكلة، لأي مشكلة، أي أحد يتواصل معي عنده مشكلة بحياته شو ما كان نوعه، بإذن رب العالمين حل عندي جذري وقوي وسريع جدا بإذن الله. وبالنسبة كمان طلع بهذه الخلوة، طلع عندي رد المطلقة بأسرع وقت مشاهدينا، رد المطلقة معززة مكرمة وبأسرع وقت، توكيل مغربي رحماني روحاني ذو حظ عظيم، يعني جميل جدا، بجيب الخير والخيرات. بدي لكم مشاهدينا، في ناس بتشتغلكم، بتشتغلكم شيء سفلي، شيء لا بفيدكن انتو، بجيب لكم الكن الشر وللي عم تشتغلوا له الشر، يعني ما بتستفيدوا شيء ابدا الا انه بتجيبوا الشر لانفسكم، بفوتوا عليكم طاقات سلبيه، بفوتوا عليكم الجن والشياطين بنتيجه من خلال الاسم واسم الام، اذا ما انشغل صح بفوت عليكم طاقات سلبيه جدا تنزعلكن حياتكن. والأكترية بيتصلوا في من يوم اللي بيشتغلوا عند مشايخ تتغير حياتهم للأسوأ، يعني ما بيستفيدوا بالعكس. فمشاهدينا هذه الخلوة المغربية أول شيء بتعطيكن حظ عظيم، حظ عظيم جدا بإذن رب العالمين، وبتجلب لكم بتجلب الرزق ورد المطلقة وعلاج النفور بين الأزواج، لأن النفور بين الأزواج هذه مشكلة صعبة جدا، يعني هذه بيكون متوكل فيها مشاهدينا. أنتوا بتفكروا أنه هيك الأمور بتصير، أول شيء أكتر الأمور بيكون متوكل شيطان بالبيت، بيكون في عامر مكان غير متصالح، يعني منه رحماني، هذا بينشال. بيكون في قرائن بالبيت، بيكون في توابع، في بيكون في مس شيطاني بيعمل هذه المشاكل بين الزوج وزوجته، بين الأهل، بين الأصحاب، بين الأخوة، يعني أمرار أكتر الأمرار بيتطلقوا الزوجين على أساس هذا الشيء، وهن ما بيكونوا عارفين إنه في عصبية معينة،
عصب والزوج أو الزوجة تلفظوا بكلمات عصبية لا إرادية وبتخرب العلاقة وبيتطلقوا على أساس ولا شيء، وهي المواضيع مقدور عليها يعني بتنحل يمكن عندي بالشيء السهل، يعني منا هالمشكلة الصعبة. هيدي بدي تنتبهوا إلى مشاهدينا، يعني كل واحد عم بيعاني من هيدي المشاكل مع زوجها إنه تتصل فيه وتكشف وتشوف شو المشكلة. وأي وحدة كمان طلقها زوجها ما تعتلهم بإذن الله، يعني عندي رد مطلقة سريع منيع جذري قوي على محبة وعلى شوق وعلى عشق وعلى مودة بين الزوجين. ولمعلوماتكم مشاهدينا فيها أجر عظيم، يعني إذا بترد الزوج لزوجته كتير فيها أجر من رب العالمين، ربنا بيبارك فيها هيدا الموضوع لأنه حلو، يعني ربنا يريد الإصلاح بين الزوجين. وبالنسبة لجلب الحبيب كمان بإذن رب العالمين عندي لجلب الحبيب شغل قوي جدا، يعني إذا كان هو ما يريد الزواج نحن نخليه محب يرجع لحبيبه، هو محب طائع خاضع، يعني يريد الخير معه، يصير في علاقة ودية، يصير في محبة بين الاثنين، ويمكن نحن نرجعهم ويصير نعمل طريقة معينة يصير في خير بيناتهم بإذن رب العالمين. مشاهدينا أنا عم بقلكن عن أشياء أنتوا لو تختبروها بأنفسكم مش هتصدقوا، يعني لو تتصلوا فيي وأنا مجرد ما تتصلوا فيي مشاهدينا بدون ما تخبروني شيء عن أنفسكم، ما تخبروني المشكلة، أنا كل شيء أعرفه بإذن الله، أي مشكلة أي مرض أي علاقة أي مشروع أي موضوع أي شيء بعرف نهايته بعرف نتيجته، إذا كانت علاقة شو نتيجتها، إذا كان زواج، إذا كان رد مطلقة، إذا نفور بين الأزواج، أي مشكلة بإذن الله أخبركم عنها وحلها سريع عندي. أنا مشاهدينا بيجوا لعندي اللي عجزت عنهم كل المشايخ بيجوا لعندي للأمراض المستعصية جدا جدا جدا، وأنا قدها وأنا بتحداكم بإذن رب العالمين، وأنا بشتغل للخير وأنا شايفة حالي ورافعة راسي، أنا بشتغل للخير وعندي سعادة وعندي قوة الحمد لله ربنا أيدني فيها ما أيدها لأحد. وأنا يعني بنبسط أني أشتغل معكم مشاهدينا لحتى أنه ساعدكم، يعني لأنه في ناس كتير بتتضرر حياتها بتروح حياتها هيك وهي مش عارفة شو المشكلة وين الحل. وبدي أخبركم مشاهدينا بالنسبة كمان لعدم الإنجاب، اللي ناس ما عندهم إنجاب بإذن رب العالمين عندي حل قوي جدا، عندي علاجات لتسريع الإنجاب للحمل، يعني للنساء اللي ما تحمل أو إذا كان الرجل عنده عقم أو في مشكلة فكمان بإذن رب العالمين في حل، وللمتأخرة عن الزواج كمان في حل، اللي طالع لي الأمد يعني العمر كبرت بالعمر أو إذا كانت صغيرة ولقيت أنه كل مرة مثلا بيجي يتقدم لها خطيب أو زوج وينرفض أو تصير مشكلة ويفل، أكيد هذه عندها تابعة أو عندها قرين أو عندها مس، فهذه ما تسكت على حالها، من البداية تتصل نعملها فتح نصيب فتح السبعة أقفال بوجهها بإذن رب العالمين. فما حد يعني أو أي مرض، يعني أي مرض بتحسوا فيه مشاهدينا عندكم بجسدكم بجسمكم، ممكن كتير بتروح العالم بتكون مريضة بتروح عند الأطباء بيقول لها الطبيب ما بكم شيء، بيكون عندهم تلبس أو في مس شيطاني بداخلهم أو في رصد مترصد فيهم على بيتهم على أشخاصهم على أولادهم، مسكون يعني البيت بيكون مسكون أو أجسادهم مسكونة، هذا الشيء ما بيبين بالعيان يعني ما بيبين بالميكروسكوب، هذا الشيء بده أهل العلم أهل الخبرة، يعني العلم الروحاني والكشف الروحاني هو اللي بيبين.
فمشاهدينا يعني قبل ما اختم بدي لكم شيء، يعني ما بحب طول عليكم، خير الكلام ما قل ودل. ربنا سبحانه وتعالى جعلنا عقل وجعلنا منطق انه نفهم ونستوضح الامور فيه. بقلكن كل انسان بيعاني من اي مشكلة، نفور بين الازواج، زوجها طلقها، جلب الحبيب، المتأخرة عن الانجاب، عن العنوسة، عن الامراض، عن المشاكل، لا اي مشكلة مستعصية سهلة صعبة حلها عندي بإذن رب العالمين. والنتائج مبهرة جدا، وصدقوني مشاهدينا كل اللي كانوا عيار بقدر سمعكم ما بتندموا أبدا، ما بتكوني إلا يعني باخد أنا حقي وباخد شكر فوقه الحمد لله رب العالمين. ويمكن ما بدي أحكي كتير عن نفسي، أنتوا مشاهدينا فيكن التمييز، بتقدروا تميزوا الخبيث من الطيب، يعني انتو بتقدروا تعرفوا من لهجة الانسان شو هو. وانا الحمد لله على الشاشة وبعد الشاشة نفس الشيء، بتصرف بمصداقية، باخلاص، بحب، بخاف على الناس اكتر ما بخاف على نفسي. فانتو بامان وبسرية تامة واللي بدكن اياه. وبقول اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. للتواصل معي مشاهدينا لجميع حل مشاكلكم الرقم موجود على الشاشة، واهلا وسهلا فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.